شفعاء أقرب إليك من محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأخيار سلام الله عليهم الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين وسلم كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل.